لما بتتعامل مع حالات السيرفيكال او اللومبر بينز لازم بندخل معانا الكور ستابلايزيشن اكسرسايزز. كمان لما بتتعامل مع حالات الانكل او الني وده اكوردنج للنيو جايد لاينز لازم هتعمل الكور ستابلايزيشن اكسرسايزز. عشان كده عملنا كورس كامل هنفهم فيه السباينال استابيليتي، هنفهم فيه الكومبوننت، هنفهم الفسيولوجي والبايوميكانكس، هنتكلم عن الاسسمنت وهنتكلم على التريتمنت اوف سباينال استابيليتي. مش بس كده، ده احنا هنعرف السباينال انستابيليتي، هنعرف الكلينيكال برزنتيشن، هنعرف ازاي نحدد السباينال انستابيليتي في السيرفيكال واللمبر سواء كلينيكالي او راديولوجيكال اسسمنت. فكورس السباينال استابيليتي هو هيكون من اهم الكورسات في السباينال ريهابيليتيشن بروجرام، هيديك فكرة كاملة عن الاستابيليتي او عن الاستابيليزيشن وازاي تأسس وازاي تبيلد اكسرسايزز فور كور استابيليتي تريننج. معاكم دكتور محمود دياب، استاذ العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، بورد العلاج الطبيعي في الأورثوبيديك والسبورتس من الولايات المتحدة الأمريكية، استشاري العلاج الطبيعي في ولاية نيويورك أمريكا ومستشفيات جامعة القاهرة. فأتمنى تكونوا مستفيدين معانا دايماً.